والمكاسب نعبر عنها بالمقدمات. هسه البعض يقول لا، حتى دراسة الأصول واللمعة تعتبر منها. بالنتيجة دراسة المقدمات تحتاج إلى 8 سنوات أو 6 سنوات، ودراسة السطوح تحتاج إلى 4 سنوات على هذا المنوال اللي أذا أشرت له. الأخوان إذا موجود أحد من الأخوان المشرفين جزاهم الله خير يقدر يثبتون الأسئلة، لأن الأسئلة جاي تمشي بشكل سريع. ماذا تعتقد بأبو لول والنهاوندي؟ عزيزي أبو لول والنهاوندي، الروايات الواردة فيه متضاربة، بعضها يشير إلى كونه مسلم وبعضها يشير إلى كونه ليس مسلما، فأمره غير واضح. لعله خلنا بينكم قضية.